مهمة متكررة لواحد من أبناء قلعة ميت عقبة من أجل إنقاذ السفينة البيضاء وتصحيح المصاري قبل فوات الأمان في الموسم الحالي. وبعد التحدي اليوم ستكون أمام فريق يحتل وصافة الجدول، وازدادت طموحاتي في التمسك بكل مباراة. مشهد يعيد للأذهان بداية أسامة نبيه كمدير فني مؤقت في الموسم الماضي بعد رحيل كاتيرون، وكانت مواجهة الأولى أيضا أمام علي ماهر، لكن هذه المرة يختلف الوضع كونه أصبح مديرا فني لنهاية الموسم وفقا لقرار مجلس إدارة الزمالك. فهل تتعدل الأمور سريعا أم يزيد فيوتشر من أوجاع جماهير الزمالك؟ إجابة السؤال نتعرف عليها في مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وفيوتشر، فأهلا بكم. في الساعة 7 بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي تجمع هذه المباراة بين الزمالك وفيوتشر في رسم الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز تحت قيادة تحكيمية للحكم محمود البنا. موقف الفريقين حتى الآن في جدول الترتيب العام، فيوتشر في المركز الثاني وجمع 31 نقطة من 15 مباراة، أما الزمالك في المركز الخامس وجمع 26 نقطة من 15 مباراة. هناك مباريات لعبت في هذه الجولة، نذكر أتدى المشاهدين بالمباراة التي لعبت في هذه الجولة. أسوان تعادل مع طلائع الجيش تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما، والإسماعيلي تفوق على الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، والمقاولون تعادل سلبي أمام الاتحاد السكندري. المصري خسر أمام فاركو بهدف مقابل هدفين، وإنبي خسر أمام سموحة اليوم بهدفين مقابل لا شيء. هناك مباراتان تقومان في نفس التوقيت، بيراميدز مع السيراميكا كليوباترا استاد الجفاء الجوي في الساعة 7 بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت الزمالك وفيوتشر على استاد القاهرة الدولي. هناك مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة تقام غدا بمشيئة الله في الساعة 5 على استاد القاهرة الدولي، ومباراة مؤجلة هي حرس الحدود والأهلي على استاد برج العرب لارتباط الأهلي بكأس العالم للأندية. وضعية جدول الترتيب العام قبل إقامة هذه المباراة، الأهلي في الصدارة برصيد 37 نقطة، فيوتشر في الوصافة ب 31 نقطة، بيراميدز في المركز الثالث ب 30 نقطة، المقاول عرف في المركز الرابع ب 28 نقطة، الزمالك في المركز الخامس ب 26 نقطة متساوي مع الاتحاد. بنفس الرصيد في المركز السادس غزل المحلة، في المركز السابع ب 25، المصري البورسعيدي في المركز الثامن ب 20 نقطة. يأتي أسوان وسموحة لكل منهما 19 نقطة في المركز التاسع ثم المركز العاشر، سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر ب 17 نقطة، فاركو في المركز الثاني عشر ب 16 نقطة متساويا مع طلائع الجيش في المركز الثالث عشر، الداخلية في المركز الرابع عشر ب 13 نقطة ومتساويا أيضا مع إنبي في المركز الخامس عشر، البنك الأهلي يأتي في المركز السادس عشر ب 12 نقطة ومتساوي مع الإسماعيلي في المركز السابع عشر، أما حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 11 نقطة. تفاصيل هذه المباراة الزمالك وفيوتشر في رسم الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز بعد هذا الفاصل، تكرموا دائما بالبقاء معنا.